ابو مصطفى من الاردن معايا. اهلا يا ابو مصطفى. السلام عليكم يا استاذ احمد، وعليكم السلام ورحمه الله. البعض هيقول لك طب والنظام ماله ومال حوادث الطرق؟ يا استاذ احمد، بالنسبه للي بيقول النظام ماله ومال حوادث الطرق، اولا اسمح لي اقول لحضرتك الحوادث اصبحنا نراها بكل ساعه على مدار الساعه في اليوم يا استاذ احمد، في القطارات، في الاتوبيسات، في الميكروباصات، على الصحراوي، في الطرق، في الميه، بكل حاجه. لكن معلش انا هاخد الموضوع من ناحيه ثانيه، دار الافتاء طلعت علينا من كام يوم وقالت اللي بيشمت في الموت مش حرام. طب فين دار الافتاء من كارثه لاطفال بعمر الظهور يا استاذ احمد النهارده؟ ليه ما توجهش كلمتها للمسؤولين اللي قاعدين بيتفرجوا على مناظر خايبه وهيدا في شرم الشيخ، وقاعدين يتمتعوا بالجو والساحل ومش الساحل، واولادنا يفضلوا من الساعه 3:30 العصر لتاني يوم الصبح بالميه، واهاليهم فوق في البر قاعدين البرد ياكل بجتتهم، وما فيش مسؤول طياره اسعاف واحده بس واقفه عندهم، ده غير اللي بيموت كمان في الطرقات وفي الشوارع وبيتقطع. فين المسؤولين؟ هات وسيله اعلام مصريه من القنوات المصريه نقلت الخبر، هم مش هنا يا استاذ احمد. ده نظام منفصل تماما، ده نظام يهمه اللقطه، ده نظام نفسه منع عليه يموت نص الشعب وما يهموش، ده اهم حاجه يقعد هو والخونه. ده اللي بتاع عمل الفتوى عشان خاطر الحقير وائل الابراشي عليه لعنه الله، مطرح مرار هو وامثاله، والدور جاي عليهم يا استاذ احمد. طيب يا مصطفى، انا بشكرك ومقدر انفعالك، بس بالمناسبه خلينا نسال الناس اللطيفه بتوع دار الافتاء دول، مفيش فتوى كده يا جماعه عشان عيالنا اللي ماتوا دول 23؟ طب اللي بيتهاون لدرجه ان الناس بتموت، اصل واحد يقول لك ايه؟ هنجيب لك الوزير ولا الرئيس ولا البتاع يسوق الاتوبيس؟ لا مش دوره، ولا يسوق ولا، لا مش دوره، بس مش عارف ينظم البلد يتكل على الله. اللي مش عارف ينظم الشغل في اي مكان في اي مجال على اي مستوى يمشي، مش يقعد علشان هو يتصور وياخد اللقطه واحنا نموت. هو ده اللي نتكلم فيه. هي الدول بتتخلف او بتتقدم بفعل الموجودين على راسها، واحنا ما شاء الله من 52 والتخلف جاي جاي جاي، مفيش حاجه يعني عدله ابدا.